الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اونلاين. كل سنه وحضراتكم طيبين. العيد خلص وموسم الاجازات خلص، والناس اللي كانت واخده بريدج طويل رجعوا بقى من الساحل ومن سينا ومن مرسى علم ومن غردقه، واللي كان مسافر يشوف اهله. كل الناس رجعت خلاص، وابتدينا نلتزم بجدول العمل اللي المفروض هيمشي مظبوط ابتداء من النهارده الحد. يوم جديد معاكم في اونلاين، وبنرجع ليكم مره تانية بمواعيدنا، او نعود الى قواعدنا سالمين زي ما بيتقال. المواعيد اللي كنا عليها قبل شهر رمضان الفضيل، كنا معاكم في رمضان حد 2 3 4، دلوقتي هنبقى معاكم الحد والاربع فقط، حلقتين في الاسبوع من الساعه 4 للساعه 5. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب تكونوا قضيتوا عيد لطيف وكلتوا كحك كويس وانبسطتوا وخرجتوا. المهم نرجع بقى لشغلنا الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في اونلاين وفي حياتنا كلها. عايز ابتدي معاكم من احتفالات العيد، وايه اللي حصل في العيد، والناس كانت بتتكلم ازاي على السوشيال ميديا في العيد، واهم الناس اللي كان ليها كلام كتير على السوشيال ميديا في العيد كان محمد صلاح. النجم المصري محمد صلاح كان بطل تويتر يومين اللي فاتوا، وكمان من اول العيد. ضجة كبيرة جدا حصلت مع التويتة اللي كتبها محمد صلاح اول يوم في العيد، وقال فيها اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس، ان الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، ده ملوش علاقة بالحب، ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. بس أنا عايز أقف عند النقطة دي في الأول، لأن ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية، تحس إن التويتة كانت مكتوبة بالإنجليزي وترجمت للعربي، يعني اللي فكر فيها فكر فيها بالإنجليزي وكتبها بالإنجليزي وترجمت إلى العربية. وده خلى ناس تتوقع ان ممكن يكون رامي عباس مدير اعمال محمد صلاح كلمه وقال له الوضع اللي انت فيه ده غير احترافي، او فيه عدم احترام للخصوصية او البرايفسي، وكتبها بما ان هو مسؤول عن البراندنج او مسؤول عن الكلام اللي بيقوله محمد صلاح. في حين طبعا ان محمد صلاح في احيان تانية كتير بيرد بنفسه على الاكاونتس الفيريفايد بتاعه وكل الاكاونتس بتاعته على البلاتفورمز، بس دي كانت نقطة مهمة لازم يشار اليها. ده حصل امتى بقى؟ ده حصل بعد تجمع مئات من المصريين قدام منزل عيلة محمد صلاح في نجريج بلد محمد صلاح، وده ظهر بوضوح في الفيديو اللي نشره موقع دوت مصر. خلينا نشوف الفيديو. وابوك الحاج صلاح ربنا يحفظه طول الصحة وربنا يحفظك يا باشا. انا عايز اتصور معاك يا محمد صلاح، عايز اتصور معاك قبل ما اموت والله العظيم يا كابتن محمد باشا. طيب ده جزء من الوقفة اللي كانت تحت بيت صلاح وقت صلاة العيد. صلاح كان مفروض هينزل هو وزوجته وبنته وعائلته لأداء صلاة العيد. ناس اتجمعت، الناس اتقال انها مئات، ناس قالوا عشرات. احنا عارفين لما بنقول عشرات بيبقى العدد من 30 ل 90 للناس المتخصصة في اللغة العربية. المئات بتبقى 100 200 300 400 500 لغاية 900. في ناس قالوا دول مئات، وناس قالوا لا دول ما يكملوش 100 واحد، البلد كلها بلد صغيرة اصلا، والوقت كان صبح والناس كانت رايحة تصلي العيد، فاللي رايح يقف عند بيت صلاح عددهم قليل وعايزين يتصوروا معاه ما كملوش 100 نفر، ودول من حبهم في صلاح. وناس تانية انضمت لصلاح وقالت لا هو ليه حق ان هو يعيش حياة مستقرة بعيدا عن الضغوطات اللي ممكن تكون ما بتحترمش خصوصية صلاح. التويتة دي عملت حالة من إثارة الجدل بين متابعين صلاح، مش على تويتر بس لكن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وان النجم ليفربول اللي بيتابعه تقريبا 9 مليون شخص حوالين العالم كله على الاكاونت بتاع تويتر بتاعه بس، ومعدي في انستجرام ال 20 و 30 مليون كتبها وهو في زيارة زي ما قلنا لمسقط رأسه بقرية نجريج بعد ساعات فقط من وصوله عقب احتفاله بفوز دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اللي كان أول مصري يسجل فيه هدف في النهائي. التويتة اللي عملت مشكلة في الوقت اللي صلاح معرفش فيه يصلي العيد، كانت زوجته وبنته مكة خرجوا يصلوا العيد واتاخد لهم الصورة دي. فمتخيلين ان بعد ما حصلت المشكلة دي وصلاح معرفش يخرج، مراته وبنته، زوجته ماجي صلاح وبنته ماجي محمد صلاح نزلوا، وده خلى الجدل يزيد على السوشيال ميديا. انت منين يا صلاح مش عارف تنزل بس مراتك وبنتك نزلوا؟ ده كلام ناس تانية
قالوا لا الصوره دي ممكن تكون عادي، مراته وبنته نزلوا والناس ما حبتش يتصوروا معاهم، وناس قالوا لا دي في وقت تاني. بس بتفضل التساؤلات تكبر على السوشيال ميديا من ساعتها. خلينا نقول ان دي مش اول مره صلاح يتعرض للموقف ده، بعد ما اتعرض لموقف مشابه ليه في منزله في القاهره في التجمع الخامس، يعني السنه اللي فاتت تقريبا لما اتجمع مئات امام منزله لالتقاط الصور التذكاريه معاه وكانوا بيهتفوا انزل يا صلاح، وكان الوقت متاخر جدا والناس ادانت برضه. اللي حصل ده خلينا نشوف الفيديو. ده كان المنظر السنة اللي فاتت قدام بيت صلاح. التعليقات على تويتة صلاح نفسها اتقسمت ما بين اللي شايف ان محاصرة بيته ما يصحش وانها ينفع فعلا تستخدم كلمة يعني محاصرة وان ده عيب وضروري يكون في احترام للخصوصية، وبين اللي شايف ان صلاح اتغر وطريقته في التعامل مش مناسبة. وده اللي رد عليه صلاح بصورة نشرها في الستوري، كتب فيها محمد صلاح بقى مغرور ومش راضي يقعدني على حجره. ده الكلام اللي قاله محمد صلاح على ستوري على الانستجرام بتاعته، وده كان سكرين شوت من اكاونت حد خاخد تويتة من حد تاني بيتريق عليها وبيقول ان صلاح ما بقاش بيدلع الناس، فصلاح عجبته وحط عليها ايموجي او ايمجي بيضحك. صلاح تعامل مع الموقف بسخرية بعد ما الناس ابتدت تهاجمه على السوشيال ميديا، خصوصا ان كان فيه زي ما قلنا انقسام في السوشيال ميديا بمنصاتها المختلفة. استمرت فترة طويلة حديث السوشيال ميديا بمنصاتها المختلفة، فمثلا في مدون باسم او مدون باسم موجز الاخبار كتب معلش يا ابو مكة اوعى تنسى واحمد ربنا او احمد الله انك انت المحبوب، والا زمانك واقف بره تستنى تتصور مع نجم تاني، وحاطين صورة لصلاح مع زمايله أيام لما كان بيلعب في المقاولين العرب في محطة من محطات القطر وهم رايحين يلعبوا ماتش. ده اللي قاله موجز الأخبار. أما المطربة المصرية رنا سماحة فتفاعلت جدا مع اللي كتبه محمد صلاح وعلقت عليه وقالت المسؤولية كبيرة يا أبو صلاح ومش سهلة، أنت بقيت قدوة وحلم كل مصري وبقيت أثر من أثار البلاد دي، وللأسف كل ده ليه ضريبة ومش ضريبة صغيرة، وكلنا عارفين قد إيه ده صعب. خد نفس عميق وطول بالك على قد ما تقدر، ربنا يقويك ويحميك ويحفظك. ده من أكاونت رنا سماحة المغنية المصرية. كمان الناقد الرياضي خالد بيومي قال في تعليق على تويتة صلاح هو ده الحب والعشق المصري لنجمه لرمزه العالمي، هل تستطيع أن تغير مجتمع بعشق نجم موهوب؟ هي دي ضريبة الشهرة يا أستاذنا. ده من أستاذ خالد بيومي، الكابتن خالد بيومي. الكابتن محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر علق وقال معلش يا أبو صلاح كل سنة وانت بخير، عيد والناس بتحبك وفرحانة بيك، بس لازم تراعي انه انسان، لازم الناس تراعي انه انسان وليه حياته الخاصة زيهم بالظبط، ومن حقه مساحة فيها يتحرك على حريته بلا قيود. ده من نجم النادي الأهلي محمد بركات. أكاونت تاني باسم إسراء أحمد كتبت بتقول لا طبعا الكلام ده غلط، هو الواحد أما يبقى نجم حرام يخرج يصلي ويفرح مع عيلته وزوجته علشان تخرج من بيتها ببهدلة وأمن وحراسة وقرف، حتى يراعوا شعور الطفلة الصغيرة ويسيبوها تفرح بالعيد والصلاة. إحنا شعب غلط، وعلى فكرة صلاح بيساعد بلده كلها. ده كلام اكاونت تاني من الناس اللي تابعت الازمه، نقدر نقول انها ازمه بكل تاكيد لان الناس انقسمت، ولاول مره من زمان يبقى في عدد ضخم بيهاجم محمد صلاح شخصيا. حاجه جديده على المصريين، لاول مره كان طول الوقت بيبقى في اصوات صغيره بتقول صلاح كذا، المره دي في انقسام كبير جدا، سواء اللي عمله صلاح صح او اللي عمله غلط، بس المره دي فعلا على السوشيال ميديا كان في انقسام. اكاونت تاني باسم مصريه علقت وقالت معلش يا ابو صلاح الثقافه دي مش عندنا وللاسف من الصعب انها تكون موجوده، واضافت كل الناس بتحب صلاح بس لازم يكون في مساحه حريه عشان يعرف يتحرك، وما اعتقدش انه هيمنع اي حد ان يتكلم معاه، بس لازم كمان نراعي انه اوقات لازم يتحرك طبيعي من غير ما تعمله مشكله. في الوقت اللي علقت فيه صفاء
كان الله في عونك، اكاونت تاني باسم صفاء، كان الله في عونك. احيانا الحب الزايد بيزعج صاحبه وما يشعر بك، بس اقرب الناس لك وهم اهلك. اعذرهم يا صلاح من حبهم يا اخي، رجع لهم بطل متوج، وتقبل الله صلاح العيد منكم جميعا. انقسام كبير جدا في السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض. ناس تقول اصل صلاح اتعود على الطريقه الانجليزي، وناس تقول هو في انجلترا ما بيوقفوش صلاح، ما بيوقفوه في الشارع فيروحوا رادين عليهم يقولوا، بس ما بيروحوش لبيته. فالناس تقول لا، بس لما بيكون بره الناس بتتصور معاه. لا، شوفوا لما محمد صلاح كان في فيورنتينا كان الناس بتتصور معاه ازاي في الشارع وقد ايه كان بيبقى مبسوط. لما كان في روما كان بيتصوروا معاه وقد ايه مبسوط. هي طب الناس تقول لا، بس هو لازم يبقى ليه حق وحريه في التعامل لانه انسان. فالناس تقول لا، ده الناس هي اللي عملت صلاح، وهي اللي صوتت له في التصويتات كلها، وهي اللي رفعت اسم صلاح فوق، وانت بالناس تكون. فالناس تقول لا، صلاح اجتهد وهو اللي وصل لمجهوده ومثابرته وتمرينه واهتمامه بشغله للمكانه اللي هو فيها. موضوع منقسم كبير جدا. اكاونت تاني باسم حمدي كتب فاكس يا صلاح وعيب، ده عيد والناس بتعمل كده عشان بتحبك، ولو مش هتصلي العيد اصلا يكون احسن من الكلمتين دول يوم عيد الصبح للناس. ده حمدي. واضاف ما قلتش الناس صح ولا عادي ينزل يبوس كل الناس، ببساطه ده متوقع ومعروف انه هيحصل، وهو كتب التويت بتسرع وساب مدخل للي هيقول مغرور وتكبر على اهله وناسه وفيلم هندي، وده اللي مزعلني منه. وعشان بعيدا عن كل ما علينا الكلمه اللي استخدمها، اللي بتصيح وبتشتم عشان ردي، دي وجهه نظر تانيه ضد صلاح. علاء الدين كتب وقال ما هو حاجة وحشة فعلا، يعني الناس رايحة تصلي في المكان المخصص للصلاة ولا رايحة تستنى صلاح؟ كان ممكن قوي تروح الصلاة وبعد ما يصلوا يعملوا الهيصة دي وهو كان يبقى فرحان بيها، مش العكس. بس فعلا الناس اوفر، والله الناس شايفة فعلا ان انت تروح لواحد الساعة 5 الصبح تحت بيته وتبقى قاعد مستنيه وهو نازل يصلي أو هو نازل يعمل مشوار عشان تتصور معاه، موضوع متعب واليوم حق. أما هدير كتبت تقول معاك إنه عدم احترام للخصوصية، لكن حقيقي أنت أصبحت محبوب لدرجة إن الأغلبية مهتمة بتفاصيلك دون التفكير في عواقب ذلك أو العواقب السلبية. دي هدير أبو العيلة. أما بيج ليفربول بالعربي فكتبت معلقة ليه بنخلي زيارته لمصر تبقى معاناة؟ الحب مش كده، كده عذاب ورخامة ليه ولأسرته. دي آراء. إحنا في أونلاين حبينا إن إحنا ننزل نشوف الناس في الشارع بتقول إيه على موضوع الصورة بتاعت صلاح، أو موضوع إن الناس عايزة تتصور معاه، أو لو انت يلي بتتفرج على التلفزيون دلوقتي او حضرتك حبيتوا تتصوروا مع صلاح وعرفتوا عنوان بيته، هتروحوا تقفوا تحت بيت صلاح وتتصوروا معاه؟ خلينا نشوف الناس قالت ايه على أزمة محمد صلاح. هو نزل تويتة في اخر تويتة ليه بصراحة، وكان متضايق وزعلان من رد الفعل بتاع الناس. فبصراحة انا لو عرفت بيت محمد صلاح هطلب انها تصور معايا، لكن لو هو متضايق مش هتصور معايا. اكيد هروح اشوفه بيت على الطبيعة. محمد صلاح فخر مصر كلها اصلا. انا لو رحت ناس كتير قوي هتروح قوي، فليه اروح اتصور معاه وليه اتقل عليه؟ احنا بنحب نشكره، لكن مش هروح يعني اتظاهر قدام بيته واعمل عليه لود ان هو يبقى زعلان. احنا حابين ان هو يكون مبسوط. اتقابل مع والده واشوفه واتكلم معاه واشوف رباه ازاي واعلمه ازاي. لا مش هروح بيته، يعني كفايه ان هو مشرف مصر ومشرف العرب كله يعني. اروح اشكره طبعا لان هو ساعد بيوت كتير وفتح بيوت كتير وعمل حاجات كويسة قوي لمصر. أكيد النجم محمد صلاح، أتمنى أن أنا أروح أتصور معاه وأحتفظ بالصورة عشان أوريها لأحمد لما يكبر. طبعا أروح له وأسلم عليه وأصور معاه، بس أحتفظ بيها طبعا وأعملها برويز وأحطها في أحسن مكان عندي. أكيد طبعا هروح له وأسلم عليه لأنه هو مشرفنا ورافع راسنا وإنسان محترم، ونتمنى إن إحنا نكون زيه أو جزء بسيط منه. أسلم عليه وأتشرف بيه.
راجل كويس ومحترم وبيساعد الناس كلها وراجل مؤمن. ده حاجه تنسب العقل عشان اعرف بيته بس. هروح اسلم عليه واحضنه وممكن يعني اقعد معاه في البيت على طول، يعني اقامه دايما. هروح ابات قدام البيت. لو عرفت بيته هروح ابات معاه. حاجه تذهب العقل، ولو عرفت بيته هروح ابات هناك وهروح ابات عنده. وكل الناس كانت موافقه انها عايزه تتصور مع صلاح. بس الناس ما اتكلمتش كتير على فكرة خصوصية صلاح، وكأن صلاح حق مكتسب للناس، وده حق الناس على صلاح لأن أنت بالناس تكون. صلاح ما وقفش عند الموضوع ده بس، صلاح استمر بعدها ونزل صورة على الأكاونت بتاعه على إنستجرام محاولة يعني أنه يسحب السجادة من التويتة اللي حطها ويخلي الناس تتشغل بحاجة تانية، وقال عيد سعيد وحط الصورة دي ليه وهو بيحتفل بالعيد. دعبوا بقى حساب كورة ميكس وسألوا عن ما إذا كان سيمنح هديات للمتابعين أم لا. أما على الفيسبوك فتعليقات الجمهور كانت برضو على تويتة صلاح، زي أكاونت باسم سامي عبد الراضي عمل كومنت على الصورة وقال: منور مصر يا مفرحنا، وما تزعلش، الناس بتحبك يا صلاح، دول شالوا أم كلثوم بالعربية في تونس وسكتت. خلي بالك طويل يا نجم، وبعدين عايزين كاس الامم، هيبقى عيب تعدي من بين ايديك انت والرجاله. ده سامي عبد الراضي. ابراهيم عبد الله بقى اختار صوره زوجه صلاح وبنته مكه وحطها في كومنت وعلق عليها وقال: اهلا بيكم في مصر يا ابو مكه، احلى حاجه ان مراتك وبنتك ونعم الاحترام، ربنا يبارك لك فيهم يا شيخ، وسلامي لمكه. اما وليد شعيب فكتب برضو تعليق ساخر شويه وقال فيه: الناس مش حاسة بيك لأن محدش عارف ضغوطات الشهرة، اسألني أنا وأنا خارج، أصلي النهاردة الحشد عن بيتنا كان رهيب، قلت ربنا يكون في عون مشاهير العالم، الناس شايفة الجانب الكويس في حياتنا لكن ما يعرفش بنعاني إزاي. كلام على اسم وليد شعيب. أما المعلق الرياضي أيمن الكاشف فعلق بيقول: ما قدرتش تطلع من البلكونة حتى تعتذر للناس وتقول لهم انك تعبان ومش هتقدر تنزل تتصور معاهم، كان هيبقى في احترام للناس اكتر من كده، مع انه من حقك تعيش في هدوء في حياتك الشخصية، بس احنا عشمانين فيك اكتر من كده. على العموم كل سنة وانت طيب، والسنة الجاية معاك الكرة الذهبية يا فخر العرب. ده الاستاذ ايمن الكاشف المذيع الرياضي. في الوقت اللي دافع فيه مصطفى سامح عن صلاح وقال: تخيل تبقى قاعد في بيتك ومع أسرتك وأهلك في أمان الله وبتقضي العيد، تلقى بشرية وأعداد مش طبيعية عايزة تقتحم البيت علشان طلبات خاصة وتصوير، وكل ده علشان في ناس سربت خبر وجودك. مشكلة مش في كل ده، المشكلة في اللي بيطلب من صلاح أنه يقبل باقتحام بيته وبيعيب عليه أنه طلب حماية بيته وأهله من اللي بيحصل ده، أصله كده يبقى مغرور. نفس الجماعة دول يتحطوا بس في موقف صلاح النهاردة ونشوف رد فعلهم على اللي حصل. ده مصطفى سامح. نروح من الفيسبوك لإنستجرام، لأن بلاتفورم تاني كان فيه برضو حاجات شبه اللي احنا قلناها، نفس الموضوع مسيطر على التعليقات الموجودة على صورة صلاح. فكتب إبراهيم ملامي بيقول: بسم الله ما شاء الله عليك، دايما طلتك الجميلة وتواضعك بيكونوا قدوة لأطفالنا وأولادنا، بس حابب أقول لك لو شفت تعليق سيء من مصر أو من أي حد من دول عربية خلي التعليق ده يقويك مش يحبطك. الشيخ الشعراوي قال: إن لم يكن لك حاقد فاعلم أنك فاشل. وإنت يا أبو النجاح يا أبو مكة الغالي نورت مصر يا ابن مصر. أما أحمد ناجي وأكاونت على إنستجرام هو واحد من الشباب اللي كانوا واقفين تحت بيت صلاح، والكلام ده على لسانه زي ما كتب وقال: أنا جيت عندك يا صلاح بس عشان أشوفك، وقفت من الساعة 1 الصبح للساعة 6 الصبح، أنا من كفر الشيخ، يعني الشباب اللي كانوا واقفين ما يتعدوش 35 شخص كان ممكن تبسطهم بس ومش هتكلف نفسك 5 دقايق. أنت مشيت الناس زعلانة منك جامد يا صلاح لأن ما نزلتش تتكلم معاهم ولا نزلت تتصور. ده أحمد ناجي والكلام اللي قاله، قال إن هو موجود تحت بيت صلاح وكان بيلوم صلاح انه ممكن يخليه يضيع من وقته 5 دقايق عشان ينزل يتصور معاه. حصار بيت محمد صلاح كان الاكثر تداول ايضا على جوجل سيرش انجن، على محرك البحث الشهير جوجل في مصر، ومجرد ما تكتب كلمه حصار
منزل، بتلاقي البحث رشح لك تلقائي حصار منزل محمد صلاح. أول حاجة قد إيه الموضوع كان شاغل كل الناس. هنا بقى خلينا نقول إن مشاهير العالم كمان بيواجهوا مشكلة لما بيتعرف أماكن تواجدهم بشكل عام، وخصوصا مع المصورين اللي بيبقوا حابين يصوروا كل تحركاتهم، اسمهم الباباراتسي، معروفين في كل حتة في العالم، بيكتبوا في التابلويدز وبينشروا حاجتهم. وده يمكن حصل من فترة أو من سنين، نقدر نقول من 5-6 سنين تقريبا، مع النجم الأمريكي جاستن بيبر المغني، خلال محاولة تصويره من مصور باباراتزي أثناء تسوقه في نيويورك. الأمر وصل للشرطة اللي استجوبته، خصوصا أن المصور قرب جدا من جاستن بيبر، فبيبر زق المصور والناس قالوا أنه اعتدى عليه بالضرب، والمصور دخل المستشفى للخضوع لفحوصات. ودي كانت وقعة شهيرة جدا سنة 2012 من جاستن بيبر. كمان الفنان العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين قادوا مجلة فواسي الفرنسية بعد ما نشرت صورة ليهم مع توأمهم، أو التوأم اللي اتولد من سنتين. صعد المصورين فوق سور المنزل وتسلقوا شجرة من أجل تصويرهم، ونشروا أول صورة للتوأم بعد ما كان مش عايز صورهم تنتشر في وسائل إعلام جورج كلوني وأمل كلوني. موضوع بيحصل في كل حتة في العالم، وفي قوانين بتحمي الخصوصية، ودي نقطة تانية. الطريف بقى ان صلاح نشر صورة لي بعدها، بعد المشكلة دي، على انستغرام في البحر في الاجازة اللي بيقضيها في مصر، تقريبا انه بيقال ان الصورة في الساحل الشمالي عشان يكون قريب من معسكر المنتخب اللي هينضم ليه النهاردة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية. لعيبة مصر اتجمعت، لسه صلاح عشان هو كان اخر حد لعب ماتش الشامبيونز ليج الفاينل، هينضم النهاردة من المفترض للمعسكر في برج العرب، وحط الصورة دي وبيحتفل بيها في العيد. وقبل ما نتحرك من الصورة دي، فاكرين السنة اللي فاتت لما كان صلاح ناشر الصورة بتاعته وكان أول مرة يبقى حالق شعر صدره؟ كانت السوشيال ميديا قامت ضده وما قعدتش، وإزاي صلاح يعمل كده؟ السنة دي ما حدش اتكلم على الموضوع ده، الناس ركزت أكتر في السكس باكس بتوع صلاح أو عضلات بطن صلاح، لأنها كانت واضحة زيادة عن السنة اللي فاتت، وده اللي لفت نظر ناس كتيرة جدا. بس التعليقات الأكتر ما كانتش بس على السكس باكس، التعليقات الأكتر كمان كان ليها علاقة بالتويتة اللي الناس ما قدرتش تنساها، بتاعة يوم العيد والناس اللي كانت واقفة تحت بيت صلاح. تعليقات كتيرة جدا عليها كوميدية في الغالب، منها تعليق بأكاونت اسمه جوجو السيد، واللي عملت منشن لصاحبتها وقالت لها حتى مو صلاح بيبطبط في المية وإحنا لأ. بعدها أكرم سامي نشر صورة صلاح على الفيسبوك وعلق عليها وقال إيه الغرور ده؟ ده فضوله البحر كمان، عشان صلاح ما كانش عايز يتعامل مع الناس تحت بيته، فالتريق وقال ان صلاح متصور لوحده في البحر وفضوله البحر عشان ما يتضايقش. يمكن موضوع حصار الجماهير النجم المحبوب زي ده حاجة بتحصل باستمرار مع المشاهير في مصر، ويمكن شفناها مع ناس كتيرة جدا، زي ما قلنا لحضراتكم ام كلثوم اتشالت بالعربية في تونس، الزعيم جمال عبد الناصر اتشال بعربيته قبل كده، ناس كتيرة جدا جدا ممثلين على مدار العصور المصرية وفنانين ولعيبة كورة، شفنا كتير جدا الناس بتحبهم وبيتسابقوا ان هم يتصوروا معاهم. من الحاجات اللي شفناها في خلال السنين اللي فاتت واخر سنة او اتنين كمان، كان محمد رمضان تحديدا اكتر من مرة، ابرزها كانت في كفر الشيخ مثلا، نزل الجمهور من العمارة اللي كان فيها وطلع فوق العربية عشان يحيي الجمهور اللي كان واقف متجمع حواليه. نشوف الفيديو. Yeah.
ده محمد رمضان في كفر الشيخ، والناس قعدت تقارن ما بين محمد رمضان ومحمد صلاح، ازاي رمضان بيتحرك وسط الناس وبيقرب منه وبيصلي على تليفونه وهو اللي يتصور مع الناس، وازاي محمد صلاح كان واقف في بيته ومش عايز ينزل. ناس قالت اصل زي ما قلنا لحضراتكم صلاح اتعود على النظام البريطاني الانجليزي، وناس قالت لا هي فرق في الشخصيات والتعامل. محمد رمضان ما حصلش معاه كده بس في كفر الشيخ، لا حصل معاه في القاهره في العاصمه في المهندسين في شارع جامعة الدول العربية. خلينا نشوف الفيديو تاني اللي الناس نشرته لمحمد رمضان. نفس الناس اللي عملت شير للفيديوهات دي وكان في مقارنة ما بين محمد صلاح ومحمد رمضان، قالوا ان رمضان بيتصور بتليفونات الناس وبتليفونه الشخصي، هو اللي بيتصور مع الناس مش الناس اللي بتصور معاه. الموضوع ده ما حصلش بس مع محمد رمضان ولا محمد صلاح، لا حصل كمان مع الفنان محمد إمام وهو بيصور مسلسله من فترة. تعالوا نشوف محمد إمام اتعامل ازاي مع الموضوع. ده كان محمد إمام وقبليه محمد رمضان وقبليه محمد صلاح. في العيد ده ما كانش محمد صلاح بس اللي اتحاصر بالجماهير، لكن أكتر من فنان زي ما عرضنا لحضراتكم تعرضوا لنفس الموقف، منهم مثلا أمير كرارة اللي كان متواجد في أكتر من حفلة علشان يتابع فيلمه الجديد، ودي الصور اللي وريناها لحضراتكم دلوقتي من إحدى دور العرض. وأمير كرارة الناس هتقول ده جوه سينما والعدد قليل، بس ده كان أمير كرارة وتعامله. طيب بما ان الوضع زي ما حضراتكم شايفينه ملتبس، السوشيال ميديا اتقسمت ما بين مؤيد ومعارض، السوشيال ميديا قارنت ما بين فنانين وممثلين ووقائع تاريخية فيها قامات كبيرة في التاريخ المصري زي أم كلثوم مثلا. أم كلثوم عظيمة جدا جدا وعظمتها كبيرة جدا، ومحمد صلاح عظيم جدا وأكبر وأهم لعيب كورة جه في تاريخ مصر بكل تأكيد. شفنا ممثلين تانيين تعاملوا مع الجمهور بشكل مختلف، وشفنا محمد صلاح وتعاملوا مع الجمهور بشكل مختلف هو الآخر، لكن الوضع بيبقى ملتبس وكل حد هيحكم على الوضع من أفكاره وعاداته وتقاليده. الموضوع مختلف شوية يا صلاح في مصر بكل تأكيد، الناس عشمها فيك كبير لأن أنت أهم لعيب كرة جيت في تاريخنا، الناس حباك قوي. الناس كانت ممكن تبقى أهدى لو صلاح كتب تويتة بصيغة يا جماعة العيد وكنت عايز أبقى مع أبويا وأمي وأهلي، ادوني فرصة أن أنا أشوفهم في بيتهم. ده رأي ناس. في ناس تانية قالت لا، لازم الناس تحس ويبقى عندها شوية من الأحمر وتسيب صلاح براحته في بيته. لكن في الآخر اللي احنا عارفينه حاجة واحدة بس، إنك بالناس تكون دايما الناس هي اللي بترفع أي شخص للسماء، وهي نفسها اللي بتنزل شخص لسابع أرض. وصلاح هيفضل مهمة عندنا، والناس بتتمنى إنها تفضل مهمة عند محمد صلاح.
فاصل ونرجع لكم نكمل معاكم اونلاين.